يا اهلا بكم في حلقة جديدة من الاجندة. ملعب كرة القدم لا يحتوي على اللاعبين الاساسيين فقط. هناك اللاعبون في دكة الاحتياط وهناك المدربون والمساعدون وبقية الفريق الفني وهناك الفريق الخدمي واللوجستي في الملعب وهناك في نهاية الأمر المشجعون. وكذلك الحال في الملعب السياسة لكن طبعا مع اختلاف في أهمية الوظائف بين الملعبين. في ملعب السياسه مثلا تصبح وظيفه رجل الدين المزيف للدين اخطر من الديناميت لانه عندما يزور الحقيقه بقصد او بدون قصد يتسبب في اضرار فادحه للحياه الاجتماعيه والسياسيه لا تقاس بشكل حسي سريع. هذه الحلقه ستسلط الضوء على واحده من مشكلات الحياه السياسيه العربيه الا وهي الخطاب السلفي في بعض وجوهه وابعاده. ما هي السلفيه؟ وكيف تفكر؟ وما مخاطر هذا النوع من التفكير؟ هذه الاسئله وغيرها هي موضوع حلقه هذا المساء فكونوا معنا. <applause> لو سالت سلفي عن معنى السلفيه سيقول لك السلفيه هي التمسك بما كان عليه السلف الصالح. والسلف الصالح عندهم هم الأجيال الثلاثة الأولى في الإسلام يعني جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابعي التابعين الجيل الثالث وهذا التعريف يمكنه أن يدلنا على الخطأ والخطر في فكرة تيار السلفي لكن قبل أن نشرح هذا التعريف دعوني أنبه إلى أمر مهم هو أن السلفية اسم لتيار واسع يدخل فيه كل من يعتقد ان الماضي هو النموذج المثالي للحاضر والمستقبل. كل من يعتقد ان الماضي افضل من الحاضر وافضل يمكن من المستقبل او ان الحق والخير كان موجود في الماضي اكثر فهو سلفي. ولهذا هناك سلفيون بالاسم وسلفيون بالوصف. السلفيون بالاسم هم الذين يطلقون على انفسهم هذه التسميه، اسم سلفيين بمختلف مدارسهم وامزجتهم والسلفيون بالوصف هم اولئك الذين يعتقدون ان تجارب السلف الماضيين هي المثال المتبع سواء كانوا سنه مثل جماعه الاخوان او شيعه مثل الحوثيين وغيرهم كلهم يسموا في حقيقه الامر كلهم سلفيون بالوصف لكن حديثنا اليوم لن يكون عن جماعه بعينها، سيكون عن اوصاف لا عن اشخاص او احزاب معينه او جماعه باسم معين داخل التيار السلفي الواسع هذا. سنتحدث عن اوصاف موجوده في التيار السلفي العام ربما يمثلها بشكل صارخ وفج جماعه السلفيه الجاميه او السلفيه الذيليه كما اسميها ذيل السلطه. اللي حنتعرف على أوصافها بعدين هذه الأوصاف نراها تمثل تهديداً للعقل الإسلامي ومن ثم تهديداً للحياة الإسلامية عامة والحياة العربية على وجه الخصوص والسنوات السبع الأخيرة من 2011 اليوم كشفت عن مدى خطورة هذه الأوصاف علشان ما نقولش الجماعات عن مدى خطورتها في حياتنا العامة والخاصة وعند هذه النقطة يمكننا أن نعود إلى تحليل التعريف السابق اللي عرفنا فيه السلفية أعني تعريف السلفيين للسلفية لأن هذا التعريف يحتوي على الخطأ والخطر في جوفه السلفيون يقولون أن السلفية هي التمسك بما كان عليه السلف الصالح هذا الكلام يعني ماذا؟ يعني ان العقل السلفي مرتبط بالتجربة الأولى للفكرة. مرتبط بالتجربة الأولى للفكرة. وليس بالفكرة نفسها مباشرة. يعني هو مش مرتبط بالتجربة، مش مرتبط بالفكرة الإسلامية، هو مرتبط بالتجربة الإسلامية. كيف؟ نبسطها. الإسلام ببساطة عبارة عن فكرة. العقيدة والشريعه والقيم الاسلاميه كلها هي عباره عن فكره. هذه الفكره مطلوب من الناس تطبيقها في الواقع. من هم الناس؟ كل الناس الذين امنوا بها بهذه الفكره، عليهم ان يحولوا هذه الفكره الى تجربه في الواقع. طيب من اول من حول هذه الفكره الى تجربه في الواقع؟ الجواب الرسول صحابته اذن التجربه الاولى في تطبيق الاسلام هي تجربه جيل الرسول وهنا ناتي الى السؤال الاهم وهو هل هذه التجربه الاولى للاسلام شرط في فهم الاسلام يعني هل لازم نفهم الاسلام بفهم السلف بفهم الصحابه مثلا بفهم اصحاب التجربه الاولى السلفيون يعني بيجيبوا نعم. لكي تفهم الاسلام فهما صحيحا لابد ان تفهم اولا تجربه الرسول او تجربه الرسول وصحابته في فهم الاسلام. لازم ولما تسالهم كيف نفهم فهم الصحابه؟ يجيبون نفهمه من خلال فهم التابعين وتابع التابعين. يعني نروح نفهم التابعين علشان نفهم الصحابه وبعدين نفهم تابع التابعين علشان نفهم التابعين سلسله وبعدين تستمر في السؤال طيب وكيف تفهم فهم التابعين وتابع التابعين يقولون من خلال فهم المذاهب التي رسم اصولها التابعون وتابعيهم او تابعوهم ماذا يعني هذا الكلام هذا الكلام يعني أن بينك وبين الفكرة الإسلامية نفسها عدد من الوسطاء لا تستطيع أن تفهم الفكرة إلا بواسطة هؤلاء الوسطاء لما تمر عليهم وهذا يشبه قول كفار قريش زمان عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إحنا ما بنعبدش الأصنام نفسها الأصنام بالنسبة لنا ليست آلهة وإنما هم مجرد وسطاء بيننا وبين الله. نفس الفكره. مجرد وسطاء بينهم وبين الله. والحقيقه ان السلفيه بمفهومها التجريدي هي مذهب كفار قريش بنص القران. القران بيقول واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله يعني اتبعوا النص مباشره قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية آية عجيبة تضع العقل في مقابل النقل والعقلانية في مقابل السلفية. عندما يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون العقل هنا نقيض السلفية. وهو وسيلة الهداية بنص القرآن. القران يجعل العقل هو المعيار في تمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال السلفيه تجعل السلف هم المعيار الايه هذه بتختصر القصه القصه كلها اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ربط الهدايه بالعقل وربط الضلال بالنقل الابائيه هذه هي القصه باختصار في ايه واحده. في عالم الفلسفه هناك شخص يوناني يدعى افلاطون. هذا الافلاطون له مذهب طريف اسمه مذهب المحاكاة. يقول هذا المذهب انه كل شيء في الوجود موجود على ثلاثه مستويات. كل شيء بما فيه القلم هذا او الطاوله موجود على ثلاثة مستويات. المستوى الاول هو مستوى الحقيقه المثاليه. والمستوى الثاني هو مستوى المحاكاه، محاكاة الحقيقه. والمستوى الثالث هو مستوى محاكاة المحاكاة. هنبسطها. افلاطون بيقول ان هذه الطاوله مثلا هذه الطاوله التي امامي الان هي مجرد نسخه مقلدة تقليد قلدها الإنسان من نسخة مثالية موجودة في السماء أو في عقل الإله ويفترض أنه في إله في في رأس الإله هذا أفكار كلها مثالية يعني ليس فيها نقص ليس فيها عيب اللي في الدنيا كله عبارة عن تقليد لهذه الأفكار اللي في رأس الإله كلام أفلاطون يعني الطاولة التي في في ذهن الإله هي الطاولة المثالية اللي في ذهن الإله هي الطاولة المثالية التي ليس فيها أي نقص أو عيب أما الطاولات اللي قدامنا في الدنيا هذه كلها جميعها هي مجرد محاولات ناقصة لتقليد الطاولة المثالية يعني مهما حاولت تقلد الطاولة اللي في رأس الإله ما عت... عتكون دائما محاولاتك ناقصة فإحنا ابتعدنا عن الحقيقة خطوة الآن ثم يقول إذا رسمنا لهذه الطاولة التي أمامي مثلا رسمة صورة لهذه الطاوله الواقعيه وسوينا رسمه ستكون الرسمه عباره عن تقليد للتقليد هذه تقليد والرسمه تقليد للتقليد يعني محاكاه للمحاكاه ومن ثم الصوره هذه الرسمه تبتعد عن الحقيقه الاولى اللي في ذهن الاله تبتعد خطوتين طيب. الخطوه الحقيقه هي الفكره المثاليه للطاوله التي في السماء وهذه الطاوله التي امامي تبتعد عن الحقيقه خطوه واحده والرسمه تبتعد عن الطاولة خطوتين أو خطوة أخرى يعني خطوتين عن الحقيقة إذا الفن كما يقول يبتعد عن الحقيقة خطوتين والواقع يبتعد عن الحقيقة خطوة واحدة هذه الفلسفة الطريفة تذكرنا بالمذهب السلفي لأنه المذهب السلفي يبتعد عن الحقيقة أكثر من خطوة الحقيقة موجودة في الخطاب الإلهي مثلا في القرآن الكريم الحقيقة هناك موجوده المفروض أن القرآن خطاب لجميع المكلفين ومن ثم فالمفروض على كل مكلف أن يتصل بالخطاب الإلهي نفسه مباشرة بدون حاجة إلى وسطة بدون حاجة إلى واسطة إلا واسطة العلم فقط وهذه تحصلها عليها مرة واحدة وهناك فرق كبير بين واسطة العلم وواسطة الفهم أو الفتوى حنشرحه بعد قليل لكن التيار السلفي يقول لك ان ذلك غير ممكن، لا تستطيع ان تفهم الخطاب الالهي في القران مثلا فهما صحيحا الا عبر هؤلاء الوسطاء، الفهم شوف مش العلم. وهكذا ابتعد المسلم السلفي عن الحقيقه الدينيه عدد من الخطوات بعدد الوسطاء الصحابه وسيط التابعين وسيط ثاني تابع التابعين وسيط ثالث والمذاهب وسيط رابع. وهنا هنا مكمن الخطا والخطر. خطا لانه يخالف منطق الدين ومنطق العقل. وخطر لانه في نهايه المطاف يعطل الدين والعقل. منطق العقل يقول ان الله قد منحك العقل والفهم لكي تعقل بنفسك وتفهم بنفسك دون حاجه الى وسطاء يفكرون بالنيابه عنك ويفهمون بالنيابه عنك. ومنطق الدين يقول إن المكلف هو المسؤول عن فهمه وعن عمله وأن الله لن يكلفه إلا وفق وسعه وحده ولا عمل للوسطاء في حياة الشخص سوى نقل المعرفة الوسيط وظيفتها الوحيدة هي نقل المعرفة نقل الحقيقة اللي هو العلم نقل المعرفة وليس نقل الفهم مهمة السلف أن يوصلوا إليك الرسالة فقط وليس مهمتهم أن يجسدوا الفهم الصحيح للرسالة ولا مهمتهم ولا مهمتك أنت بعدهم أن تتبنى فهمهم هذا مش شغلهم ولا شغلك بل أن تحاول الفهم كما حاولوا هم حاولوا اجتهدوا في الفهم للخطاب الإلهي وأنت مطلوب منك تسوي نفس العمل وان تتصل بالنبع الذي اتصلوا به. الخطاب الالهي لك انت مثل ما هو لهم. هنا سيقول احدهم لكن ما دام ان القران قد شهد للسلف بالايمان وزكاهم فهذا دليل على ان فهمهم للدين افضل من فهم غيرهم. ومن ثم فان اتباعهم اولى من اتباع غيرهم. وهذا القول يقربنا اكثر من طبيعه المشكله احنا بنقترب شويه شويه من المشكله اكثر واكثر وهي مشكله في الفهم والتصور والتعقل السلفي وهو ما تريد هذه الحلقه ان تسلط الضوء عليه نريد ان نسلط الضوء على طبيعه العقل السلفي وكيفيه عمله وادائه لكي نساعد اصحابك قبل غيرهم على اكتشاف مشكلته على تجاوزها يعني هناك عقدة معينة في نظام التفكير السلفي لو فهمها إخواننا السلفيون ستفتح لهم مغارة علي بابا هي فكرة دقيقة وعميقة تحتاج لإنصات من قبلهم وتحتاج لجهد كبير من قبلنا في تبسيطها وشرحها نرجو أن نوفق لذلك يقول السلفيون إن الله قد زكى الصحابة يعني بشكل خاص تحديدا تزكية إجمالية في عدد من الآيات وهذا كلام صحيح لكن هذه التزكية هي تزكية إجمالية لأخلاق الصحابة وتزكية إجمالية لطاعتهم للرسالة وليست تزكية لفهمهم لانه فهمهم يخصهم وحدهم. يعني فهم اي جيل للقران هو اجتهاد زمني محكوم بشروط الزمان والمكان، كل جيل مكلف يفهم القران في حدود شروط الزمان والمكان والفهم. والقران عابر للزمان والمكان، ما هوش خاص بزمن معين. وهذا الكلام يترتب عليه شيء واحد فقط. ما الذي يترتب على ان الصحابه موثوقين؟ يترتب عليه هو أن الوثوق في الرسالة التي جاءتنا من هذا الجيل نقل متواتر لا شك فيه هذا الذي يترتب على كونهم ناس زكاهم الله نأخذ منهم الرسالة بشكل موثوق أما فهمهم للرسالة فهو فهم يخص يخص زمانهم وحده وكل جيل مطلوب منه أن يجتهد في فهم هذه الرسالة بحسب وسعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه أي بحسب معارفه وخبراته وشروط عصره وشروط حضارته الذي انزل القران كان مطلعا على المستقبل كله ويعلم ان الحياه متطوره وان معارف الانسان ستزداد بمرور الوقت او بمرور الوقت وان هذه المعارف ستسهم في الكشف عن اسرار القران سواء الاشرار التاريخيه او الكونيه او النظريه ايا ما كانت الصحابي مثلا ما كان يستطيع ان يستنبط نظريه في الاقتصاد او نظريه في الاخلاق من داخل القران لماذا لان العقل العربي انذاك كان عقل بسيط ولهذا طبق الاشياء البسيطه الواضحه في الدين فقط ولم ينكر غيرها يعني ما راح يسال ما معنى ألف لام ميم ولا كف عين صاد ولا أيش الكلام هذا ولا راح يطلب تفسير الله نور السماوات والأرض مثل, مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخره أخذ اللي يفهمه وطبقه وتوكل على الله وقال اللي بعدي كل واحد يأخذ حصة من هذا من الفهم ولهذا لم يؤثر عنهم تفسير للقرآن ما في تفسير للصحابة اسمه تفسير الصحابة الصحابه الذين كان ينبغي ان يفسروا القران قبل غيرهم لم يفسروا والرسول نفسه لم يفسر القران الا نتف بسيطه رويت عنه حولها كلام ومعظمها تفسير للقران بالقران طيب ليش ما فسروا القران كلهم ما فسروش لعلمهم ان القران خطاب لكل الاجيال وليس لهم وحدهم وكل جيل حياخذ منه حظه حظه ونصيبه الخاص بحسب ما لديه من معرفه ومنهج. المراه المراه المعارف بتزداد والمناهج بتصبح اوضح وكل جيل ياخذ بحسب معرفته وحسب منهجه من القران. اخذ الصحابه حظهم من القران فامنوا به اجمالا ولم يستوعبوا تفصيلا ولذلك ما ناقشوا قضايا كثيره جاءت التابعين ناكشوها وطبقوا منه ما فهموا وسكتوا عن الباقي ونهاهم القران عن كثره السؤال قال لهم لا تسالوا لا تسالوا عن اشياء تبدو لكم تسؤكم. إن تبدو لكم تسؤكم حتى لا يورطوا بقية الأجيال في تفاصيل جديدة يتنزل بها القرآن أي أن الإسلام في حقيقته ظاهرة حركية هذه مهمة هذه النقطة مهمة الإسلام في حرق في حقيقته الظاهرة حركية مش استاتيكية زي ما بيفهموها السلفيين ظاهرة حركية من اللحظة الأولى فالقرآن نزل نزل وعينا على كل الأجيال وليس على جيل واحد كل جيل حياخذ حظ من هذا القرآن وحيساهم في فهمه. يعني نزل وهو عامل حسابه على ان الحياه ظاهره ناميه متطوره غير ساكنه استاتيكيه لا ديناميكيه. وهنا نكون قد وصلنا الى عقده المنشار في العقل السلفي. هنا نحتاج تركيز للشتاء احكامه طبعا. العقده هي ان العقل السلفي عقل بدوي افقي ينظر الى الاشياء بشكل افقي يحب الوضوح والبساطه ولا يحب التعقيد والتركيب هذا النوع من العقل يرى الاشياء في هيئه صور فوتوغرافيه ثابته يعني ساكنه وليست متحركه في صور فوتوغرافيه ملتقطه وفي صور حركيه فيديو ولهذا العقل السلفي يفضل ان يفهم الدين من خلال نموذج ساكن زي الصوره الفوتوغرافيه ثابت غير متحرك ما يقدرش يفهم القران باعتبار كائن نامي متحرك بيشوف للاجيال كلها لا يشتي يشوف ال يفهم القران من خلال نموذج وتجربه ساكنه ثابتة هي تجربه الصحابه هو نموذج تجربه الجيل النبوي القران يطالبك ان تتامله هو والسلفي يطالبك ان تتامل تجربه السلف في فرق الفرق بين القران وتجربه السلف هو كالفرق بين بينك انت وبين صورتك في البرواز انت كائن حي يكبر وينمو ويتطور والصوره اللي في البرواز عباره عن لحظه ساكنه غير متحركه السلفيون يفضلون النظر الى اللحظه الساكنه في البرواز لانهم لا يستطيعون ملاحظه النمو البطيء للكائن الحي يعني الواحد مننا لا يستطيع ان يلاحظ نمو ولده لو كان عنده ولده جالس جنبه طوال الوقت لا يستطيع ان يلاحظ نموه وهو يكبر الا اذا ابتعد عنه السنوات ورجع له ممكن يشوف يقول والله الولد كبر لذلك ما تقدر تلاحظ نمو الظاهره القرآنيه. هنا يلاحظ الفرق، القرآن ايضا كائن حي ينمو ويكبر بمرور الوقت. يكبر كيف؟ يكبر بقدر نمو المعارف والمناهج اللي بتنمو عند الانسان، كلما كبرت معارف الانسان كبرت معاني القرآن. اليوم نحن نعرف عن اسرار القران ما لا يعرفه الصحابه ولا الاجيال التاليه. نعرف عن اسرار القصص القراني مثلا ما لا يعرفه الصحابه. اليوم نحن نعرف مثلا من هو فرعون بالضبط ونعرف سيره حياته ونعرف شكله و... وسيرته الذاتيه ونعرف انه كان يتعاطى تمباك ونعرف اسرار قصه موسى واسرار قصه سليمان وقصه ملكة سبا ونعرف أسرار في العلوم الطبيعية كان القرآن يشير إليها مجرد إشارة حتى جاءت العلوم الحديثة وكشفت عن كثير منها إذا القرآن يكبر وينمو ومن مظاهر نمو القرآن أنه يستطيع الآن أن يعطيك المواد الخام للنظريات المختلفة تصوروا يعني النظرية الأخلاقية لم يعرفها المسلمون جميعا إلا في القرن العشرين لما جاء عبد الله دراز استخرج ما يسمى بالنظرية الأخلاقية في الإسلام وفي القرآن كان عندنا مواد خام في عن الأخلاق في القرآن لكن ما كان عندنا نظرية إلى أن جاء العلامة الأزهري عبد الله دراز يستخرجها لنا وفي السوربون راح يحضر دكتوراه في السوربون في فرنسا ما عندناش نظريات اليوم في علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والأخلاق والفلسفة وغيره نستطيع أن نستخرج نظريات من القرآن من المواد الخام في القرآن بحسب ما لديك من معارف جديدة ومناهج جديدة حديثة زمان ما كان يقدروا الصحابة ما يقدر يستخرج نظرية في الحرب لو قلت لصحابي تعال أعطيني نظرية الحرب في, في الإسلام ما هي هل هي هل هي حرب دفاعيه ولا حرب هجوميه كيف تصلح في الموضوع الفلاني كيف تجاوب على الاسئله الفلانيه اللي بيطرحها العقل الحديث ما كان يعرف الصحابي يجاوب ابدا اليوم ممكن تجاوب يعني المطلوب منك ان تنظر الى القران باعتباره كائن حي ينمو ويتطور اما ان تنظر اليه من خلال تجربه السلف فكانك تعتقد ان الانسان هو الكائن الجامد الذي في الصوره في البرواز وهذا اختزال مخل لحقيقة الأمر اختزال خطير لا الإنسان هو هذا الكائن وليس الذي في الصورة والإسلام هو هذا الكائن الذي في القرآن وليس التجربة السلفية إذا لماذا نعتبر نظام التكفير السلفي عفوا نظام التفكير السلفي خطر على المجتمع، لماذا نعتبره كذلك؟ الجواب لأنه يصيب العقل بإعاقة في الرؤية. يسبب إعاقة في الرؤية. مثل إعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل ما هناك إعاقة في القدم وإعاقة في النظر وإعاقة في اللسان أو في العقل. هناك أيضا إعاقة في الرؤية وفي الإدراك. وصاحب هذه الإعاقة لا يستطيع أن يلحظ إعاقته، ما يعرفش أنه عنده إعاقة. لأنه العقل لا يستطيع أن يراقب نفسه إلا بصعوبة. العقل إذا أراد أن يراقب نفسه ويراقب عمله يعمل بطريقة مركبة مش بسيطة. والتفكير المركب صعب على العقل السلفي. ما يقدرش يستوعبه. لأنه كما قلنا يحب الوضوح والبساطة مثل العرب الأول اللي كان يحب الصحراء الممتدة هكذا قدامه. ما يحب الأشياء العميقة مثل اليوناني. ويريد أن يكون كل شيء أمامه واضح بسيط والبساطة أمر جيد لو لو أنه لو أنهم قصدوا بالتبسيط تفكيك المركبات إلى أجزائها الصغرى طبعا كل الله خلق الأشياء كلها مركبة الحياة عبارة عن تجربة مركبة وأشياء مركبة لكن إحنا وظيفتنا نبسطها نفكك المركبات إلى أجزائها الصغرى لكن هم ما بيقصدوا هذا هذا التبسيط هم يريدون يقصدون بالبساطة تسطيح الأشياء تكون اشياء مسطحه بطريقه مخله فلما تيجي تتكلم مثلا عن فلسفه الاسلام في الحكم والسلطه احنا محتاجين فلسفه في للاسلام في كيف ينظر الاسلام الى الى موضوع السلطه كيف يجيب عن الاسئله الاساسيه في السلطه ما موقف من حكم الشعب ولا الحاكم ولا متى, متى نغير الحاكم متى نبدله موقف من الدستور موقف من الديمقراطية موقفا في تفاصيل تفاصيل كثيرة جدا هذه محتاج النظرية محتاج النظرية لو سألت السلفي يقول لك وليش عاد الفلسفة معانا تجربة الصحابة والسلف الصالح نمشي وراها بس نختار خليفة مثل ما اختاروا الصحابة ونؤمر علينا إلى أن يفتكر إزرائيل لما يموت ببساطة ليش لا نحتاج نظرية ولا نحتاج نتعب حالنا تسأل طيب كيف يمكن أن نغير هذا الحاكم إذا أساء إذا كان ظالم أو فاسق يقول لك لا لا يجوز أن نثور على هذا الحاكم أو نغيره أو ننقلب عليه أو ننتخب غيره مهما فعل من الظلم والجرائم لا يجوز أن نغيره إلا إذا أعلن الكفر الصريح إذا خرج كذا على التلفزيون وقال أنا كافر غيروني ساعتها ممكن نغيره أما إذا صدرت منا أفعال الكفر أو الفساد أو الفسق اللي تحتمل التاويل لا ما لا, لا يجوز ان نغيره. طيب اذا ظهر اكثر من حاكم في وقت واحد كيف نسوي؟ من نطيع؟ يقول لك نطيع صاحب الشوكه اذا مثلا عبد الملك الحوثي صاحب شوكه وعبد ربه منصور منتخب نطيع صاحب الشوكه. نطيع الحوثي لانه صاحب صميل صاحب قوه، شوكة يعني القوه والصميل. مش عبد ربه اللي هو جاب الانتخاب بالانتخاب وبدون وما عندش صميل تسأل طيب كيف نطيع حاكم لا يأمر بالعدل والإحسان يقول لك الاستقرار أهم من العدل المهم أن الحاكم يفرض الاستقرار حتى لو كان هذا الاستقرار بالقهر والظلم حتى لو في لو في قهر للناس وظلم لهم طبعا هذا المذهب يؤسس لأنظمة حكم دكتاتورية فاسدة تفسد البلاد والعباد ولا تحقق الاستقرار الحقيقي أبدا لأن الاستقرار الحقيقي يحققه العدل وحده فقط إذا شعر الناس بالعدل سيستقرون وإلا فإن المجتمع سيظل في حالة قلق وثورة وعدم رضا لكن العقل السلفي لا يستطيع أن يستوعب مفهوم الاستقرار بمعناه العميق لأنه عقله مركب على التبسيط المخل هو يعتقد أن الاستقرار الظاهري هذا اللي يشوفه الذي يحقق آل سعود مثلا الاستقرار الذي يحققه الحاكم الفاسد هذا هو الاستقرار بينما الحقيقة هو أنه هذا مجرد مظهر خادع سرعان ما سيزول بعد مدة من الوقت وأوضح الدليل على ذلك هو هذا الواقع اللي بنشوفه اليوم ما فيش حاكم عربي واحد استطاع تحقيق الاستقرار في في وطنه طوال مئة سنة لانهم بنوا بنيانهم على الظلم والفساد. غياب العدل ادى الى غياب الرضا الاجتماعي. وغياب الرضا الاجتماعي ادى الى غياب الاستقرار. الاستقرار الطويل الحقيقي للمجتمع. والاستقرار الطويل هو شرط التنميه والتطور. لكن لان العقل السلفي لا يستطيع ان يعمل في المستويات العليا من التفكير والمستويات العميقه من الفكر فانه يضطر يسطح الامور. بيشوف استقرار ظاهر بيقول لك هذا هو الاستقرار حتى لو على ظلم ولذلك لا يستطيع هذا العقل اكتشاف فلسفه الاسلام في الحكم نظريه الاسلام في الحكم لان هذه النظريه تحتاج الى استقراء للنصوص ثم استنباط للدلالات على ضوء التجربه التاريخيه للانسان الانسان كل الانسان وليس السلف وحده لكن ان كلمه فلسفه نفسها تصيب العقل السلفي بالدوار والغثيان لأنه لا يعرف عنها إلا ما يعرفه لا يعرفون عن الفلسفة إلا ما يعرفه الطيار عن المدينة التي يطير فوقها لذلك اضطروا يرفضوها يرفضون يرفضون الفلسفة لأنهم لا يعرفون عن الفلسفة إلا الصفصطة ولا يدرك أن المعنى مختلف تماما وأنك تريد نظرية واضحة في الحكم تجيب عن الأسئلة الكلية للمشكلة حتى لا تقع في التناقض بين القيم التي تؤمن بها هي الفلسفة وظيفتها طبعا الفلسفة منها ما هو مذاهب ومنها ما هو مناهج ومنها ما هو فلسفة علوم في قصة الفلسفة وظيفتها تحقيق الانسجام وعدم التصادم بين القيم التي تؤمن بها قد تؤمن أحيانا بقيمة مثل قيمه العدل تؤمن بها على مستوى الظاهر ثم تمارس الظلم على مستوى الباطن وانت مش عارف لازم يكون عندك فلسفه علشان ما... تمنع التصادم بين ما ت... بينما تمارسه وما تؤمن به او بين ممارساتك العميقه وممارساتك السطحيه علشان تزيل هذا التناقض لازاله هذا التناقض نحتاج دائما الى نظريه مركبه في كل الشؤون الانسانيه والاجتماعيه تحقق الاتساق في التفكير كما قلت عموما تعالوا نستمع الى نموذج صارخ من نماذج الخطاب السلفي الذي يخدم الظلم والطغيان والفساد في الارض بحجه انه يطيع ولي الامر كما امر الدين. هذا شخص اسمه ارسلان من مصر يقول او لك ابو ارسلان يقول ان الشرع الاسلامي ينهى عن منازعه ولي الامر في منصبه او منافسته عليه، يعني لا تجوز الانتخابات ولا يجوز انك تغير الحاكم. تعالوا نستمع الى هذه الكارثه. الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع في مقامه ولا في منصبه ولا ينافس عليه بل هو باق فيه. طبعا هذا الكلام لا يبتعد فقط عن خط الإسلام بل يبتعد عن خط السلف نفسه يعني هذا الخطاب لا إسلامي ولا سلفي بل خطاب مذهبي أعمى لماذا؟ لأن الفقهاء الكبار السلفيون فقهاء السلف يعترفون ان مذهب الصحابه هو مذهب هو الثوره على الحاكم الفاسد، اذا في حاكم فاسد ينبغي ان نثور عليه. يقول ابن حزم ان الخروج على الحاكم الفاسق هو مذهب عائشه ومن معها في من الصحابه يعني في وقعه الجمل وهو مذهب علي ومعاويه ومن معه من الصحابه في صفين وبالطبع هو مذهب عبد الله بن الزبير ومن معه في معركه الحجاج. وهو مذهب الحسين في معركة مع يزيد يعني المذهب السلفي الحقيقي مذهب الصحابة والتابعين هو مذهب الثورة على الظلم وليس الاستسلام للظلم كما تقول السلفية الذيلية لكن لأن الفكر السلفي تربى في أكبية الحكام فأنه يعبر عنهم أكثر مما يعبر عن الإسلام من أبرز البلامح النفسية التي يمكنك أن تلاحظها في الشخصية السلفية الفجة هي أنها شخصية فقيرة في الخيال ما في خيال بدليل أنها لا تفكر في مشاريع بحجم الأمة ليس لديها أحلام قومية وأممية مثلا الواحد منهم يفتح له محل عسل ويتوكل على الله ومراعي لما يجي إسرائيل والملكين وبعدين يكفز للحور العين ما عندوش حلم الأمة العظيمة الذي أنا أنتمي إليها ما ما في هذه الأفكار لا تتعاطف هذه العقول بشكل كافي مع المكهورين في العالم والمظلومين الشخصية السلفية الفجة هي شخصية أنانية الواحد يتمحور تفكيره حول ذاته بشكل كبير صاحبها يريد الجنة في الآخرة ويريد الهدوء في الدنيا والراحة يريد أنهار العسل واللبن في الجنة ويريد أنهار العسل والحبة السوداء في الدنيا ويطلب الحور العين هنا وهناك تحدث عن فلسطين يقول لك بعد ولي الأمر ما قالوا ولي الأمر إحنا بعد تحدث عن خطر العولمة والرأسمالية يحدثك عن خطر الإخوان على ولي الأمر تحدث عن ظلم ولي الأمر وفساده يقول لك من حقك أن يظهر على شاشة التلفزيون وهو يزني لمدة نصف ساعة على الهواء مباشرة وليس من حقك أن تعترض عليه هذا ما قاله بالفعل أحد شيوخ السلفية الذيلية في السعودية قال لك من حق الحاكم يطلع على الهواء مباشرة يزني ويسكر على الهواء مباشرة وليس من حقك أن تطالب بالثورة عليه تعالوا نستمع إليه تخيل أن للحاكم سواء كان ملكا أو رئيس دولة إلى آخرة له نصف ساعة في التلفزيون يخرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر شو موقفنا من القاعدة الشرعية أي واحد يظهر المنكر يظهر الإنكار عليه سواء كان موجودا أو غائبا إلا الحاكم، إذا كنت أمامه انكر عليه، لكن تراعي المصلحة والمفسد فيه الخير. <applause> ربما نقول عزيز المشاهد هذا الكلام كثير ولا يحتمل. سأقول لك بالعكس هذا ألطف شيء عند الخطاب السلفي، هذا ألطف واحد فيهم. يا ريت توقفوا عند هذا الحد، كنا حنقول لا بأس يطلع رئيس الدولة أو الملك يزني للنصف ساعة على الهواء مباشرة، ما عندناش مانع يعني حنبلعها وماله ما دام سيحقق العدل والامن وكرامه الناس لكن الخطاب السلفي لا تنقضي عجائبه، لا يقبل بهذه المعادله لا يوجد للمحكوم عنده اي حقوق، الحقوق كلها للحاكم، من حقه ان يزني في التلفزيون قدام الشعب ومن حقه ايضا ان يعاقب الذين تفرجوا على الحاكم امام التلفزيون والذين لم يتفرجوا عليه اذا اراد ويقطع رواتبهم ولا يجوز لهم ان ينقطعوا عن الوظيفه، يقطع وظيفتهم والمفروض يطيعوا ويسمعوا الطاعه ويروحوا يشتغلوا ببلاش. يجب عليهم ان يداوموا في وظائفهم دواما كاملا لان الشرع يامر بالايه؟ بالاحسان، والاحسان في العمل يقتضي الاخلاص فيه. اذا مش مصدقين تعالوا نسمع الكلام هذا. ان الطاعه والامر هل هي طاعه مخلوق لمخلوق ولا هي طاعه مخلوق لخالق؟ مخلوق لخالق، لو امر ولي الامر الموظفين ان يلتزموا في اعمالهم بدون رواتب تصور. بدون رواتب مش خاصة مع بعض الشغلات بدون رواتب لو واجب عليهم وجوبا أن يلتزموا ربما تقول عزيزي المشاهد هذا قدو جنان هقول لك لا لا تستعجل هذه مجرد مقبلات هذا الحنيث جيف في الطريق يعني بعد شوية الأخ السلفي القادم يقول لك من حق الحاكم أيضا أن يقتل ثلث الشعب إذا رأى أن في ذلك مصلحة لحفظ بقية الثلثين طبعا هذا كرم عظيم منه تعالوا نستمع إليه ال ال الولي هو, هو, هو الصح ولو رأى الولي أن يقتل ثلث طبعاً. الشعب نعم. من أجل يسلم الثلث الآخر لأذن, لأذن له الشارع الإسلام كما هو واضح الدين في الفكر السلفي عبارة عن خادم لأهواء الحاكم أما الأمة فلها الجنة وأما قيم الدين في العدل والحق والخير فهي معلقة برغبة الحاكم إذا شاء أقامها وإذا شاء هدمها هؤلاء اخوانهم في يوم من الايام بايعوا السفاح الفاشي موسوليني حاكم ايطاليا الذي احتل ليبيا، بايعوه على السمع والطاعه. ما دام حاكم متغلب يبايعوه، واهدروا دم عمر المختار الذي ذهب يقاوم موسوليني والايطاليين، ولذلك تحرص الحكومات على تربيتهم مثل تربيه الدواجن، لانهم رزق، رزق مثل المال والنفط واكثر. الى هنا تنتهي حلقه اليوم نرجو ان نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله